20 ماشي كده. شنايدر الفرنسية بي ال سي ماركت ال اس بس يعني التعبئة بتاعت الكيس الفرنسية. ودي مبدأها المكنة دي المبدأ بتاعها زي موديل المكنة اليابانية الشيدا مزودة بسعر واحد لسرعة المكنة لسرعة المكنة. طبعا دي المكنة دي فيها نظام تحكم بمستوى العبوة اللي فيها يعني ممكن تنزل توطي الصينية وتعليها من الشاشة نفسها في الشاشة دي في صفحة حرارات تمام صفحة أزمنة صفحة مراقبة كل حاجة ليها طبعا بعيد شوي طبعا شركة تركي من شركة يلماش تركية لحام عرضي ولحام طويل فلاش صورة كده أفيل في الباب شركة دين للتجارة والتكنولوجيا 19 شكرا معك.